الأرصاد الجوية وحالات الطقس. نتعرف على الأحوال الجوية مع دينا شرف. تفضلي دينا. شكرا لك إيمان، شكرا لك صحر. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 25 والصغرى 17، إسكندرية 24 16، مطروح 24 14، بورسعيد 25 17، إسماعيلية 26 16، السويس 25 16، العريش 24 17، طابة 25 15، شرم الشيخ 29 21، الغردقة 28 20، الأقصر 31 18، أسوان 32 19، الوادي الجديد 31 15، شلاتين 29 23، وأخيرا حلايب 26 21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.